أعزائي المشاهدين لقناة مصر التعليمية، أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق. سر التفوق اليوم يلتقي مع طالبات متفوقات في الصف الأول الثانوي ومنتقلات إلى الصف الثاني الثانوي. طالبات اليوم من أسماء الفرق تشعر بالتفاؤل والارتياح. معنا اليوم فريق التفاؤل وفريق الأمل. أترك لكم أو أترك الميكروفون لبناتي ليعرفوا أنفسهن. تفضلي يا سنتي. انا اسمي سند سمير مرقص، مدرسه السلام ثانويه بنات، اداره حدائق القبه. سوزانة بخير صبحي. نعلي صوتنا شويه يا سوزان ما نخافش يعني. اسمي سوزانة بخير صبحي، مدرسه السلام الثانويه بنات. بسمة لطفي عبد الحميد، مدرسه السلام الثانويه بنات. منى انور خليل، مدرسه السلام الثانويه بنات، اداره حدائق القبه. يبقى اعزائي المشاهدين معانا فريق التفاؤل سندي وسوزان، وفريق الامل بسمه ومنى، والطالبات من مدرسة واحدة. ويمكن بحب أقول المقولة دي دايما لما بيبقى معايا طالبات أو طلاب كانوا زملاء أو زميلات في المدرسة أو في نفس الفصل. أصدقاء الأمس منافسات اليوم، ده يضايقنا إن إحنا كنا مع بعض فريق واحد ودلوقتي بنتنافس. فكرة البرنامج فكرة بسيطة جدا، إحنا بنقدم معلومات بنقيس مستوى الطالبات، وزي ما قلنا إن البرنامج زي مش هدفه إن إحنا نجيب أسئلة صعبة، ولكن نجيب أسئلة فعلا تفيد الطالب وتفيد المشاهد، ومعظم الأسئلة بتكون من محتوى المنهج اللي تم دراسته في السنوات السابقة. معانا 30 ثانية قبل كل سؤال، يعني السؤال بيتعرض في 30 ثانية، بنفكر في الوقت دوت، بنفكر في السؤال وما نجاوبش إلا في خلال ال 30 ثانية. معانا كام وسيلة مساعدة؟ ثلاث وسائل مساعدة، نشرحهم عشان خاطر أعزائي المشاهدين يبقوا عارفين. الوسيلة الأولى قلنا هي الكارت الأخضر، الكارت الأخضر دوت بيبقى عبارة عن حذف إجابتين، وطبعا ما عندناش إحنا أوبشن إن إحنا نحذف إجابتين على الشاشة، فبنقول هنشيل الإجابة دي والإجابة دي ويبقى فاضل الإجابتين التانيين. كارت أو الوسيلة التانية كارت أحمر، وده حلو جدا لما يكون في سؤال أنت شاكة في إجابتين ومش عارفة مين فيهم اللي صح، ارفعي الكارت الأحمر أو أي كارت أي وسيلة هتستخدميها في خلال ال 30 ثانية. ترفعي الكارت الأحمر وفي الحالة ديت هديكي فرصة تجاوبي مرتين، إذا المرة الأولى طلعت صح خدت الدرجة، طلعت غلط هديكي فرصة تجاوبي تاني، إذا طلعت غلط خلاص، طلعت صح يبقى أنت استفدتي بوسيلة المساعدة. آخر كارت هو الكارت السماوي أو الكارت اللبني، ودوت عشان استبعاد السؤال نهائيا وإن أنا أسألك سؤال تاني من عندي سؤال غيره. وسائل المساعدة لازم تترفع في خلال ال 30 ثانية. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم مع فريق التفاؤل. جاهزين؟ جاهزين. نشوف سؤالنا الأولاني بيقول إيه؟ طيب، السؤال الأول في اللغة العربية بيقول: الغرض الشعري الذي ينتمي إليه البيت أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. طيب، الغرض هنا الهجاء ولا الفخر ولا الشكوى ولا الغزل؟ معانا 30 ثانية، ماشي؟ طيب، نفكر في ال 30 ثانية، نبص على سؤالنا هيبقى معروض على شمالنا. نفكر مع بعض، معانا لسه وقتنا. نبص شايفين شاشة الوقت 6 وايه 26، لسه معانا وقت، لسه التايمر موجود على الشاشة، لسه فاضل 14 ثانية. الإجابة لا، مش عايز الإجابة إلا من بعد الثواني ما تخلص. احنا واثقين قوي من إجابتنا؟ عارفين الغرض اللي بيتكلم عليه البيت الشعري؟ أغاروا من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. تالي الكلمات بتاعتنا ايه؟ واضحة. نسمع إجابتنا كده. الغزل. الإجابة الإيه؟ الغزل. الغزل، تفتكري إجابة صحيحة؟ يعني عشان خاطر في كلمة أغار وكلمة حبيبي يبقى الغزل؟ شرط ولا فعلا مضمون البيت كده؟ مضمون. نشوف الإجابة مع بعض. طبعا إجابتنا إجابة صحيحة ويبقى الغرض الغزل، ويبقى فريق التفاؤل ياخد معانا نقطة. طيب، نشوف السؤال الآخر هيبقى للفريق الايه؟ هيبقى الفريق الثاني اللي هو فريق الايه؟ فريق الامل. طبعا التفاؤل كسب نقطه، وانتوا عندكم امل ان انتوا تكسبوا برضو ايه؟ نقطه، عشان خاطر نفضل متعادلين وتفضل المنافسه فيها ايه؟ قوه. نشوف كده السؤال بتاعنا بيقول: الغرض الشعري الذي ينتمي اليه البيت وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. غرض الهجاء ولا الفخر ولا الشكوى ولا المدح؟ طبعا معانا 30 ثانيه بنفكر فيهم، وعايز انا هديكم معلومات في الوسط كده اثناء تفكير في ال 30 ثانيه، ان البيت ده من قصيده طبعا مصر تتحدث عن ايه؟ نفسها. عن نفسها. ويمكن هذا البيت يمكن انتوا درستوه ومر عليكم هذا العام، وطبعا واضح جدا الغرض هيبقى عندي ايه. الاول ايه هي الاغراض الشعريه؟ الاغراض الشعريه هي الهدف الذي من ورائه كتب الشاعر هذه الايه؟ القصيده. هل كتبها هنا ليهجو أم ليفخر أم ليشكو أم ليمدح؟ طبعا ثانيتين ثانية
ونسمع الإجابة بصوت عالي. الفخر. يبقى الإجابة هنا لإيه؟ الفخر. الفخر، ما شاء الله. بتفهموا فعلا يعني انتوا لما دخلتوا سنه اولى ثانوي كانت البلاغه صعبه قوي شويه بالنسبه لكم، صح؟ بداتوا دلوقتي لما تشوفوا بيت تقدري تعرفي الغرض بتاعه؟ طيب نشوف كده اجابه السؤال بتاعنا، هي اجابه صحيحه عامه يعني، بس نعرضها لاعزائي المشاهدين. يبقى الاجابه هنا الايه؟ الفخر، ويبقى فريق الايه؟ الامل بيكسب معانا نقطه وبيتعادل الايه؟ الفريقين مره اخرى، وبنرجع لنقطه البدايه. احنا عايزين نقول ان كده كده محدش خسران، كده كده اللي خسر الدرجه كسب الايه؟ معلومة. كسب المعلومة، هو ده هدف برنامجنا. إذا كسبت الدرجة خير وبركة، ما كسبتش الدرجة وخسرتها كسبت الإيه؟ المعلومة، وتبقى زي داتا عندك وحاجة بعد كده تنفعك في المستقبل وتديك ثقافة وبتضيف لرصيدك الإيه؟ الثقافة، لأن إحنا مش عايزين يبقى مكونات ثقافتنا كلها من صفحات التواصل الإيه؟ الاجتماعي اللي بيبقى أغلبها بتبقى معلومات إيه؟ مغلوطة، لا، عايزين نعمل كده يبقى عندنا قاعدة علمية وقاعدة ثقافية موجودة فين؟ في دماغنا. طيب شوف السؤال الباقي. قائل هذا البيت، دخلنا بقى في نوع تاني، احنا كده كنا بنشوف مقياس الفهم، يعني انتوا بتفهموا الابيات ولا لا. قائل هذا البيت: اي هذا الشكي وما بك داء، كيف تغدو اذا غدوت عليلا. طبعا معانا ال 30 ثانيه بتوعنا هيظهروا لنا، نمشي على التايمر. هديكوا معلومات برضه، خدي بالك يا سندي، في معلومات حق حق اصيل للايه؟ للفريقين. هذا البيت من النصوص كان في يعني نص درستوه في الصف الثالث الايه؟ الاعدادي، وده كان طبعا نص اسمه ايه؟ كن ايه؟ جميلا. هذا النص طبعا بيتحدث عن التفاؤل وبيتحدث على الامل، وان الانسان لابد ان يكون مبتسما وغير حزين ولا يشكو، وخاصه اذا لم يكن لديه سبب للايه؟ للشكوى. طيب فاضل معايا ثانيه نشوف كده مين اللي قال البيت ده، فعارفينه؟ طيب مين اللي هيقول؟ ساندي ولا هتقول سوزان؟ عايز سوزان بس بصوت عالي. احمد شوقي. احمد شوقي. طبعا مش هنقول الاجابه صح ولا غلط، بس انت كان عندك اجابه تانية يا ساندي. طيب هو خلاص احنا نعتبر كده اجابتنا في السؤال اجابه ايه؟ خاطئه، لان الشاعر هنا ايليا ابو ماضي هو اللي كتب هذا الايه؟ البيت. ولكن عايز برضو احنا نفكر شويه، نفكر هل احنا درسنا في ثالثه اعدادي النصوص لاحمد شوقي؟ درسنا بس نص واحد كان نص كتاب، يعني لازم يبقى دماغنا كده ايه؟ متبرمجه. احنا انا بخاطب طالبات يعني فائزات بمسابقه اوائل الطلبه في مدرستهم، يعني انتوا فايزين بمسابقه اوائل الطلبه، يعني المفروض انتوا من اعلى حاجه في الايه؟ في المدرسه، فلازم يبقى عندنا اللي فات ما نرموهوش في الشارع، لازم اللي اتعلمناه قبل كده يفضل في ذهننا. فريق طبعا التفاؤل خسر نقطه، وفريق الامل طبعا كان بيدعي ان هم ايه؟ يخسروا النقطه ديت، ولكن لكم بالمثل بقى، اذا كنتوا دعيتوا لهم بالتوفيق هيدعوا لكم، دعيتوا بعكس كده هيدعوا برضه ايه؟ بعكس ذلك. نشوف السؤال بيقول: قائل هذا البيت، عشان الاسئله يبقى فيها توازن، واذا رزقت خليقه محموده فقد استفاق مقسم الارزاق. طبعا قائل البيت احمد هيكل ولا الرافعي ولا احمد شوقي ولا حافظ ابراهيم؟ برضه هقول المعلومه اثناء ال 30 ثانيه. ده نص من نصوص الصف الثالث الاعدادي، وكان اسمه نص خلال كريمه، ماشي؟ تذكرته ولا لسه العميل صلاح؟ مش هنقول الاجابه، احنا بنفكر مع ايه؟ مع بعض. كنت عارفين اجابه ايليا ابو ماضي؟ يعني انت كنت عارفينها؟ ما شاء الله، يعني رجعكم ثالثه اعدادي تاني. طيب احنا معانا 8 ثواني 7 ثواني نتشاور كده اخر حاجه عشان ما نخسرش النقط. نسمع مين اللي هتجاوب المره دي؟ انا بسمه. طيب اتفضلي يا بسمه. حافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم الشاعر طبعا الكبير حافظ ابراهيم هو اللي قال هذا الايه؟ البيت. اجابه صحيحه وتستحق عليها التحيه، وفريق الامل بيتقدم بنقطه على فريق التفاؤل، ولكن فريق التفاؤل لا ييأس، وانا مجربهم قبل كده وعارفهم ما بيأسوش وما بيزعلوش، وان شاء الله برضه ما بيخسروش، كله طبعا هيبقى عندنا ايه؟ كسبان. نشوف كده البيت التالي: عدد الكلمات في النحو بقى عشان ننوع الاسئله. عدد الكلمات التي تعرب مضافا اليه في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم. انا مش هشكل عشان خاطر ما ارشدكمش. كل ذي علم عليم. الايه القرانيه دي فيها مضاف اليه كلمه واحده تعرب مضاف اليه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ بنفكر في خلال ال 30 ثانيه عشان نحاول نعرب كده الجمله وتشوفوا الكلمات اللي تعرب مضاف اليه. فكروا مع بعض عشان ما تخسروش اي درجه، ومعانا وسائل مساعده على فكره. فاضل 17 ثانيه. الكلام يبقى بالمنطق والاقناع، يعني اللي هتقول فيه كلمه واحده تقول ايه هي، اللي هتقول اثنين تقولها لزميلتها، اللي هتقول ثلاثه، اللي هتقول اربعه على اساس نوصل يعني.
يلا اخر معانا خلاص. معانا اجابه؟ معانا اجابه ولا نستخدم وسيله؟ لا معانا اجابه. معانا اجابه؟ واثقه؟ طب قولي لي كم كلمه مضاف اليه؟ ثلاثه. طب تقدري تقولهم لي ايه هما؟ عليم. لا كل وزي وعلم. كل وزي وعلم، ده انت جبتي عليم دي اللي هي اساسا مش خالص. يعني احنا لو حبينا نعرب الجمله كده، هو طبعا الاجابه هتبقى ثلاثه صح. لو حبينا نعرب الجمله كده هنلاقي فوق دوت طبعا ده ظرف زمان منصوب بالفتحه، شبه جمله خبر مقدم، وهنا كل هتبقى مضاف ايه؟ مضاف اليه، وهتبقى خبر في محل رفع خبر، اسف، وهتبقى كل هنا مضاف اليه، واللي بيجي بعد كل بيبقى ايه؟ مضاف اليه. وزي اللي هي من الاسماء الخمسه، اللي بيجي بعد زي بيبقى ايه؟ بيبقى مضاف اليه. وكلمه عليم هنا هتبقى مبتدا ايه؟ مؤخر. يبقى عندي ثلاثه اجابه صحيحه. كسبنا برضو معلومه ولا ما كسبناش؟ كسبنا معلومه، عشان ما حدش يقول ده المضاف اليه هو واحد، لا ده ممكن يجي واحد واثنين وثلاثه ورا بعض. ماشي، نشوف بقى عشان التوازن برضو في الاسئله. عدد الكلمات التي تعرب مضافا اليه فيما يلي: داخل كل كتاب علم فوائد عظيمه. نفكر في خلال ال 30 ثانيه، وطبعا هنفكر واحنا بنعرف. يا ترى فريق الامل هيتعادل مع فريق التفاؤل ولا هيتفوق عليه بنقطه ويستمر تفوقه؟ ده اللي هنشوفه بعد 19 ثانية. لسه معانا وقتنا. طبعا بتعملي يا منى زينا ما عملت بالظبط، تعريب الجملة كلها عشان تقدري توصلي. فاضل في وسائل مساعدة نحب نستخدمها؟ ولا واثقين من الإجابة؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ طب مين اللي هيجاوب؟ منى. جاوب يا منى بصوت عالي كده. هتبقى كل وكتاب وعلم. لا كم يعني؟ أنا ماليش علاقة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة هيبقوا ايه؟ ثلاثة. طب الإجابة دي شايفينها صح ولا ايه رأيكم؟ أمنياتكم ايه؟ إن شاء الله تطلع صح. إنها تطلع صح والله انتوا عيال أصلكم طيب يعني، فعلاً. هي إجابة طبعاً صحيحة ثلاثة، لو ما كلمة كل، لأن داخل هنا هتبقى مبتدأ وكل مضاف إليه، وكتاب اللي يجي بعد كل بيبقى مضاف، كتاب هنا هتبقى مضاف إليه برضه، وكلمة علم هتبقى مضاف إيه؟ إليه، إنما فوائد هتكون إيه؟ خبر، وعظيمة هتبقى إيه؟ نعم. صراحة أنا مبسوط بيكم، لاني انا اتبسط جدا او اي مدرس لغه عربيه ينشرح صدره عندما يرى طلاب او طالبات متميزين او متميزات في الايه؟ في القواعد الايه؟ النحويه، لان هي فاكهه اللغه العربيه فعلا. اجابه صحيحه، ومازال فريق الامل متقدم على فريق التفاؤل. ينتمي الشاعر الفرزدق الى العصر، هنا دخلنا في الادب. طيب الشاعر الفرزدق عصر جاهلي ولا اموي ولا عباسي ولا اندلسي؟ طبعا انتوا تهتوا مني وهتقولوا الفرزدق، ايه الفرزدق ده؟ هفكركم في خلال ال 30 ثانية بحاجة تساعدكم. الفرزدق ده كان من الشعراء اللي كانوا مشهورين بالنقائد. شوفوا بقى النقائد كانت في أي عصر؟ احنا درسنا العصور اللي قدامنا دي، درسنا منها الجاهلية والأموية والعباسية، لكن ما درسناش الأندلسية، عشان بس نكون واضحين. يبقى أكيد أنا بساعدك أهو إن أنا بستبعد إيه عصر. هو في أي عصر في العصور؟ فاضل أربع ثواني. عندنا وسيلة طيب؟ عندنا وسيلة مساعدة لو مش واثقين عشان نزيف الدرجات، ولا واثقين؟ ارفعي بقى الكارت كده قدام السادة المشاهدين عشان يحسوا ان انت احتجت المساعدة ويعطفوا عليك. ماشي، نستبعد بقى الكارت ده نوديه في قفاك اليمين خالص، ده خلص كده. هتقولي لي الإجابة الأولى، قولي. ما انت عندك إجابتين، الإجابة الأولى هتبقى إيه؟ الأموي. العصر الإيه؟ الأموي. يا ريتك ما استخدمتي وسيلة الإيه؟ المساعدة. إجابة طبعا صحيحة، والفرزدق ينتمي إلى العصر الإيه؟ الأموي. كسبنا وسيلة مساعدة، وكسبنا الدرجة، وكسبنا معاها إيه؟ معلومة. طيب نشوف بقى الفريق الثاني، فريق الأمل. أكيد هيبقى سؤال من نفس نفس الموضوع صح؟ اللي هو ينتمي الشاعر فلان الفلاني. ينتمي الشاعر البحتري إلى العصر الجاهلي الأموي العباسي الأندلسي. طبعا برضه هنستبعد الإيه؟ أنا بساعدكم، هنستبعد الأندلسي. ماشي، لأن إحنا طبعًا ما درسناش هذا العصر. البحتري هديكم معلومة زي ما اديتهم معلومة. كان من الشعراء المشهورين في غرض الوصف، وصف الطبيعة. وصف الإيه؟ الطبيعة. لو كنت اتفرجتوا على حلقتنا اللي فاتت هتلاحظوا إن أنا إيه جبته لما قلت أتاك الربيع الطلق يختلو إيه؟ ضاحكًا، حتى كاد من الحسن أن يتكلم. طبعًا معانا 8 ثواني، فكروا كده مع بعض. ولو عايزين تستخدموا وسيله قولوا، بس مش هنستخدم وسيله استبعاد اجابتين عشان تبقوا عارفين، مش هنستخدمها عشان انا مستبعد لكم اجابه اصلا. معانا وسيله؟ وسيله مساعده ولا اجابه مباشره؟ لا اجابه. هتتحسدوا كده؟
طيب يلا. العباسي. العصر الايه؟ العباسي. العيال دي جامده، العيال دي شاطره، وانتوا برضو شطار يعني. السؤال اللي ضاع منكم كده حاجه يعني كده ضاعت في الهواء. اجابه طبعا صحيحه، العصر العباسي، ويبقى هنا يفوزوا معانا بنقطه، ويظل تقدم فريق الامل على فريق التفاؤل. طبعا فريق التفاؤل هيقولوا ايه يا استاذ احمد، انت هتقعد تذل لنا؟ هقول لك لا، انا بفكرك ان انت متاخره بنقطه عشان ما تنسيش. عشان ايه ما تنسيش؟ طيب نرجع لفريق التفاؤل المتفائل، ونسال سؤال بقى في المعلومات الايه العامه بقى، يعني كده ده سؤال محتاج فكر شويه. مؤلف كتاب الايام، هل هو العقاد ام المزني ام طه حسين ام الرافعي؟ طبعا كتاب الايام ده من اشهر الكتب، قصه الايام، ويمكن معموله مسلسل، ويمكن يعني حاجه، يمكن ده سؤال سهل، يعني مش عايز اقول انه اسهل من السؤال اللي هيبقى بعد، رغم ان ده مش عندكم في المنهج. هذه القصه تدرس على الصف الثالث الايه الثانوي. معانا 13 ثانيه نفكر. ايه هنستخدم وسيله ولا حاجه؟ خلص وسائلنا بدري بدري ونروح ونسيب لهم بقى المسابقه، ما مش مدينا فرصه خالص نقر عليهم يعني. طيب فاضل ثانيه، يلا معاكم اجابه. مين هتقول؟ قوليها كده سنه. طه حسين. طه حسين، وطبعا الاجابه ايه؟ سيد. عندك معلومه عن طه حسين؟ يعني تقول لنا كان بيلقب بايه؟ يعني في لقب كده كان ليه، في لقبين، لقب مشهور طبعا اللي هو اللقب الرسمي عميد الايه؟ الادب العربي. عميد الادب الايه؟ العربي. وفي برضه مقوله تانية او لقب تاني، قاهر الايه؟ قاهر الظلام. قاهر الايه؟ الظلام، بحكم انه كان ايه؟ كان كفيفا، ولكن هذه الاعاقه لم تعوقه فان يفعل ما لم يفعله الاسوياء. وصل الى درجه انه كان وزيرا للايه؟ المعارف. طب حد فاكر المقوله الشهيره اللي قالها الدكتور طه حسين عندما كان وزيرا للمعارف؟ التعليم كالايه؟ قال التعليم كالماء والايه؟ والهواء. التعليم كالماء والهواء. طيب هنا نشوف مؤلف كتاب عنتر بن شداد، ده القصه اللي انتوا درستوها. يا ترى فكرتوا تبصوا في القصه اللي انتوا درستوها، تبصوا تشوفوا مين اسم مؤلفها؟ دي بقى مفاجاه، صح؟ هل هو نجيب محفوظ كاتب الشهير صاحب الثلاثيه الشهيره والراحل عن دنيانا الفانيه والحائز على جائزه نوبل، ولا عباس محمود العقاد ايضا الراحل، ولا المزني ايضا الراحل، ولا ابو ايه حديد وبرضو الراحل، كلهم ايه راحلون؟ طبعا العقاد اسمه عباس محمود العقاد، وابو حديد تقريبا اسمه محمد فريد ابو حديد. ماشي، هنا نفكر معانا 21 ثانيه بس. سؤال بقى قبل على ما الثواني تخلص كده، انتوا فعلا فكرتوا تبصوا في القصه مين مؤلفها؟ دي نقطة يعني نقطة ممكن نكون شفناها بس كلنا بنجهلها يعني. ان حتة ان احنا نبص لمؤلف القصة اللي احنا طول السنة بندرسها على مدار مثلا كذا شهر. طب معانا وقتنا خلص خلاص. انت الاجابة ابو حديد. ابو حديد اللي هو طبعا محمد فريد ابو حديد. ابو حديد اجابة ايه؟ صحيحة. ويظل تقدم فريق الامل على التفاؤل. هنفضل ايه؟ هنفضل ايه؟ سنظل متفائلين، صح؟ اوعى التفاؤل ده يضيع ايه؟ يضيع مني. فوازير بقى نلطف الجو كده قبل ما ننتقل للتاريخ، قبل ما ننتقل لفرع اخر، ونجيب فزوره كده جميله نشوف كده بنعرف نفكر ولا لا. ما الشيء الذي كلما اخذنا منه يقل؟ معانا طبعا 30 ثانيه ونفكر. يعني ايه الشيء اللي كل ما ناخد منه يقل؟ دي فقره كده فاني يعني، دي ما فيهاش وسائل مساعده خلي بالكم، بس فيها استبعاد للسؤال لو عايزه تستبعديه. عندنا اجابه؟ لقينا اجابه ولا صعب؟ في اجابتين بس. لا ما هو الفوازير لو سمحت لك باجابتين هسمح للفريق الثاني باجابتين عشان ما فيهوش اختيار، تمام كده؟ موافقين الفرقتين ان احنا نسمح في الفزوره باجابتين؟ اي حاجه عادي. ماشي، عايزه تقولي اجابتين؟ هتقولي واحده الاول، ايه الشيء اللي كل ما ناخد منه يقل؟ بس تكون اجابه منطقيه، يعني ما تجيش تقولي لي مثلا عشان تبقى عارفه، ما تجيش تقولي لي الفلوس. ما هو طبيعي الفلوس لما تاخدي منها تقل، لا عايز الاجابه المنطقيه اللي من اجلها وضعت هذه الفزوره، قولي. الوقت. الايه؟ الوقت. كل ما ناخد منه يقل، لا مش دي برضه هي المقصوده، بس هي يعني قريبه. العمر. هي ايوه برافو عليك. العمر. الايه؟ العمر. يبقى فعلا العمر اجابه ايه؟ صحيحه. يعني لان فعلا انت اصل الوقت بيتجدد.
انت دلوقتي عندك ساعه النهارده تذاكر، لو ما ذاكرتش النهارده ممكن تذاكر بكره صح، لكن العمر ليك اجل محدد تقدر تلعب في التايم بتاع عمرك، تقدم او تاخر استحاله خلاص ما فيهاش اي فصال. طيب يبقى ياخدوا معانا درجه ونشوف الفريق الاخر، يمكن الفوازير بقى يمكن الحاجات الفاني يتفوقوا فيها. ما الشيء الذي كلما اخذنا منه يزيد، عكس السؤال اللي ايه اللي فات. معانا ال 30 ثانيه بتوعنا نفكر. ما الشيء الذي كلما اخذنا منه يزيد؟ وقتنا فاضل 25 23 ثانيه. يا ترى هنتعادل؟ احساسي كده ان احنا هنتعادل. دول دكاتره اصلك ما عندكيش حاجه، ما بيفكروش في الفوازير. لينا برضو اجابتين زيهم. فاضل 5 ثواني. 4. ها عندنا اجابه؟ اه. واثقه ولا مش واثقه؟ طب قولي نسمع الاول. هتبقى الحفره؟ هتبقى الحفره. انتوا ايه رايكم؟ صح، اصل حاجه منطقيه. الحفره كل ما تاخدي منها تراب كل ما الحفره ايه؟ تزدادوا ايه؟ اتساعا. حلو قوي ان انتوا اللغه العربيه مظبوطه كمان عندكم. يبقى هنا ايه الحفره اجابه صحيحه. مش عارف بس هنفضل متفائلين برضه، مفيش امل. ماشي، دخلنا في الايه في التاريخ، دخلنا في الايه في التاريخ. على فكره فريق التفاؤل اعزائي المشاهدين ما هو سؤال واحد اللي غلط فيه ما جاوبوش. يعني فريق التفاؤل فريق جيد وفريق ممتاز، غلط في سؤال وطبعا يعني عايز اقول يخطئ فيه الجهابذه، لان الشعر وابياته واسماء الشعراء عالم كبير صعب ان يلم به ايه عالم مش طالب، صعب فعلا ان يلم به عالم. طيب نشوف كده مع بعض السؤال لفريق مين التفاؤل. تاريخنا اخباره ايه؟ نبص كده بقى لابو الهول والاهرامات عشان نتذكر تاريخنا الماضي وننام جنبه، ولا نعمل لنفسنا تاريخنا الحاضر. يبقى إيه؟ كل واحد لازم يصنع لنفسه والبلده تاريخه، ما يعتمدش على الامجاد الايه الماضية، لان الفخر بالامجاد الماضية ده اسمه فخر العاجز. فخر الايه؟ العاجز. الذي لا يستطيع ان يفعل شيء مما يفخر ايه. حلوة المقدمة دي، هتجاوبوا بقى. نخش على السؤال. اقيم سد، ها سد اللاهون في منطقة منف ولا الليشت ولا طيبة ولا الفيوم؟ ده سؤال من المنهج وبالتالي هتجاوبوا عليه. ندي كده ال 30 ثانية بتوعنا ونشوف ايه الاجابات، بس تشاوروا مع بعض. يا ترى هي الاجابة الصفراء ولا السماوي ولا الحمراء ولا الخضراء؟ لسه برضو معانا وقتنا. السدود طبعا عارفين ان اي سد بيقام على اي نهر بتبقى فايدته اكيد بيبقى ليه فايده، يا اما ايه فايده توليد، في الغالب الفايده الاولى بتبقى ايه؟ توليد الكهرباء. توليد الايه؟ الكهرباء. طيب فاضل ايه ثانيتين. ها نسمع الاجابه. الفيوم. الايه؟ الفيوم. لا في المنهج انتوا اساتذه يعني. يبقى اقيم سد اللاهون في منطقه الايه الفيوم، وطبعا اكيد التاريخ احنا بنحبه وبنهتم بيه، ودرجه لفريق التفاؤل ويتعادل مع فريق الامل، بس لسه فريق الامل ليه درجه. ماشي، هيقولها في سؤال، خسرها تعادلنا كسبها لسه هيبقى متقدم. ارسل الملك نقط اسطولا لجلب اخشاب الارز من فينيكيا، خوفو ولا خفرع ولا منقرع ولا سنفرو؟ ايه ده الاجابه السريعه كده ما شاء الله، ده لسه في 30 ثانيه. انتوا ايه تاريخ وعربي وجغرافيا ما شاء الله، يعني ما شاء الله. انتوا ميلكوا علميه ولا ادبيه؟ علميه. وهنا علمي. ما شاء الله البلد كلها دكاتره ومهندسين يعني. ناويين على العلم علوم ولا علم رياضه؟ علم ايه؟ علوم. علم علوم. طيب ماشي معانا وقتنا، فاضل 5 ثواني. 4. طيب نسمع كده اجاب. الملك سنفرو. الملك ايه؟ سنفرو. سنفرو، كان نفسي تاخده سفرو لكن للاسف الاجابه هتبقى سنفرو. طبعا انا مش متحامل على فريق الامل، ولكن انا نفسي يرجع التعادل تاني عشان المسابقه تبقى مشتعله. هي مشتعله بس تبقى اكثر ايه؟ اشتعال. تظل النقطه حائره دائره ويظل التفاؤل قائما حائما. قائل العباره التاليه: ما انتم الا عبيد احساننا. هل هو مصطفى كامل ولا محمد علي ولا الخديوي اسماعيل ولا الخديوي توفيق؟ نفكر ومعانا وقتنا، لسه معانا الوقت. دي العباره دي ممكن تكونوا سمعتوها في الصف السادس الابتدائي، في الصف السادس الايه الابتدائي، يعني حاجه قديمه قوي قوي واتقالت في موقف
بعد ما تجاوبوا الاجابه احنا يعني مش هنقول المعلومه لما نسمع السؤال اللي بعده عشان مرتبطين الى حد ما ببعض، نبقى نقول المعلومه ايه كامله. طيب فاضل معانا 12 ثانيه، استفيدوا كده بالوقت ده، ذاكروا اي فرع تاني على ما الوقت بتاعنا ايه. هنستخدم وسيله مساعده، حذف ثلاث اجابات، هي موجوده الوسيله دي ولا ايه؟ طيب نسمع الاجابه. الخديوي توفيق. الخديوي توفيق، وبالفعل هو قالها الخديوي توفيق امام قصر عابدين. نكمل بس الاول اللي بعد كده، ده قائل العباره. طب نشوف بقى العباره التاليه، لقد خلقنا الله احرارا. احمد عرابي ولا سعد زغلول ولا الخديوي سعيد ولا مصطفى النحاس؟ نفكر لسه معانا وقت، مرتبطين بالطيب. نجاوب على طول طب السؤال دوت ولا نستنى؟ فاضل اهو، نجاوب السؤال دوت على طول مفيش مشكله عشان سهل. احمد عرابي. طيب في طيب ما نقدرش نكسر قواعد الطيب، ليه؟ عشان يبقى في تكافؤ فرص للكل يعني، وفي نفس الوقت يبقى في فرصه تلتقطوا ايه انفاسكم قبل ما يبقى في سؤال تاني. يعني الطيب ده معمول عشان كده، عشان راحتكم. فاضل 13 ثانيه، الإجابة حاضرة؟ إن شاء الله. مفيش أي تشاور؟ إن شاء الله. طيب يلا نسمع الإجابة. هتبقى أحمد عرابي. الإجابة أحمد عرابي، نقول بقى المعلومة كاملة. طبعًا اصطفى أحمد عرابي بالجيش المصري أمام قصر إيه؟ عابدين، ليطالب أو ليقدم عدة إيه مطالب إلى الخديوي توفيق. طبعًا الخديوي توفيق كان جنبه القنصل الفرنسي والقنصل الإيه أو السفير الفرنسي والقنصل الإنجليزي أيًا كان، وطبعًا قعدوا طبعا يحرضوه على عدم الاستجابه، وهو قال ايه؟ انما انتم الا عبيد ايه؟ عبيد احساننا. فاحمد عرابي قال له لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا عقارا او تراثا، والله الذي لا اله الا هو لن ايه نورث ولن نستعبد بعد الايه؟ اليوم. وبعدها طبعا انتم عارفين اللي حصل بقى، الثوره العربيه والاحتلال الايه؟ الانجليزي، وحتى جاءت ثوره ايه بقى 23 ايه؟ يوليو. يمكن سبحان الله جاءت الثوره في هذا الشهر الذي نحن يعني بعد يومين من الايه من الان الاحتفال بذكرى ايه بذكرى ثوره 23 ايه يوليو التي حصلت مصر على استقلالها، واصبحت بعد ان كانت دوله ملكيه ودوله مستعمره من الانجليز اصبحت ايه دوله مستقله ولها حاكم يحكمها من بين ابناء ايه شعبها، واصبحت الكلمه العليا في هذا الوطن الى ايه الحاكم والايه والشعب والجيش. طيب انا مش تاريخ يعني مش بتاع تاريخ، بس بقول على حسب معلوماتي. الجغرافيا، الجغرافيا طبعا تقيله على قلبنا الجغرافيا ولا بتبقى عشان احنا علميين كده؟ لا سهله كويسه يعني. طيب نشوف عواصم عربيه، حاجات سهله قوي بقى، ما زلنا نخلي بالكم الامل متقدم بنقطه على التفاؤل. عاصمه لبنان، بيروت ولا ديروت ولا طرابلس ولا نابلس؟ معانا 30 ثانيه بنفكر، هل هي بيروت ام بيروت ام طرابلس ام نابلس؟ اخباركم في العواصم العربيه؟ احنا كنا واحنا اطفال في الصف السادس الابتدائي او قبل كده كانوا يحفظونا العواصم دي وماشيين نغنيها، العواصم الافريقيه دي كلها حافظينها وعلى العواصم العربيه، وكل ما نكبر في مرحله نبدا ناخد ايه ناخد عواصم عشان نثقف نفسنا. طيب نشوف كده الاجابه بتاعتنا، عرفتوها؟ ها بيروت. قوليها بصوت عالي. بيروت. انت رحتي لبنان قبل كده؟ طب امال بيروت دي فين؟ لا مش بيروت دي في مصر. في مدينه اسيوط. انا قلت بيروت. صح؟ بيروت. ماشي. انا عارف، انا بقول لك انت قلتي بيروت اجابه صح، انا بقول له امال بيروت دي فين عشان ما نتلخبطش يعني. يبقى اجابه بيروت وهتبقى اجابه سليمه ويتعادل الفريقان مؤقتا. طيب. عاصمه اليمن، بغداد، عمان ولا حضرموت ولا صنعاء؟ نفكر مع بعض. في خلال ال 30 ثانية. فاضل 23 ثانية. صعبة؟ ولا الإجابة حاضرة؟ يعني هما بيروت كانت حاضرة الإجابة عندهم، تقريبا بيروحوا يصيفوا هناك. أنتوا الإجابة حاضرة؟ ولا لسه بنفكر؟ فاضل 8 ثواني. 7. أما نجهز نقول. طيب بتاعنا خلص، يلا عمان. الإجابة عمان
يا ترى انت نفسك في ايه؟ صح، اجابه صح. عاصمه اليمن عمان؟ ما يتهيأليش ان عمان صنعاء. عاصمه اليمن صنعاء ويتعادل الفريقين. عمان دي عاصمه الاردن، انما في عمان دي دوله، في دوله تانية اسمها عمان. طيب مش عايزين عشان ما نقولش معلومه غلط ولا حاجه، ما تخلوناش ان احنا نقول حاجه على الهواء تطلع ايه مش مظبوطه. يبقى اذا هنا ايه عاصمه اليمن ايه؟ صنعاء. طبعا كان في عندي حضرموت، دي مدينه موجوده في الايه في اليمن، لكن باقي المدن لا. ويتعادل الفريقان مره اخرى وينشكح فريق الايه التفاؤل. حلو، ينشكح دي صح، ماشي. طيب نشوف كده عواصم اوروبيه. عاصمه النمسا فينيسيا ولا فيينا ولا موسكو ولا مانيلا؟ معانا وسائل مساعده، انتوا معاكم ثلاث وسائل لسه ما استخدمتهمش، يعني كان المفروض تستخدموا وسيله. نفكر في خلال ال 30 ثانيه بتوعنا، فاضل 23 ثانيه. فينيسيا، فيينا، موسكو، مانيلا. لانك انت لو عارفه المدن موجوده فين هتقدري تعرفي العاصمه بالظبط. فاضل 5 ثواني. معانا اجابه ولا هنستخدم وسيله؟ معانا اجابه. شور ولا هنرجع تاني؟ احنا بقالنا بنعاني علشان نخليكم تتعادلوا. ها نسمع الاجابه. فينيسيا. عاصمه النمسا ايه؟ فينيسيا. فينيسيا. انتوا ايه رايكم؟ كانت ايه؟ فيينا. فيينا طبعا. فينيسيا دي موجوده فين؟ حد يعرف؟ طبعا الاجابه نشوفها بس الاول عشان الناس تبقى عارفه ان الاجابه خاطئه، انتم مصرين تبقوا مغلوبين. فينيسيا طبعا دي موجوده في ايطاليا، اللي هي مدينه البندقيه على ما اعتقد، اللي هي المدينه الايه؟ العائمه. انما فيينا دي هي عاصمه الايه؟ النمسا. طيب نشوف العواصم الاوروبيه، يمكن يكون ليها مفعول السحر. عاصمه المانيا هامبورغ ولا فرانكفورت ولا ميونخ ولا برلين، والاربع مدن في المانيا. ماشي. عشان ايه؟ انتوا طبعا اللغه الثانيه بتاعتكم الماني؟ لا فرنش. فرنسي؟ فرنش اولى صح. انتوا فرنش، يعني مالكمش في الثقافه الالمانيه. طيب لو غلطتوا محدش هيلومكم، فاضل 22 ثانيه. وصلنا الاجابه؟ هنتعادل ولا هنفوز؟ ان شاء الله. ان شاء الله ايه؟ ما هو كله ان شاء الله. فاضل بس 9 ثواني. ان شاء الله هنفوز ولا هنتعادل؟ ان شاء الله نفوز. ان شاء الله هنفوز. لا لا ده كده بقى تغرف نفسهم ولازم بقى يقفوا عند حدهم. قولوا بقى يلا الاجابه. برلين. برلين. ايه اخباركم؟ اخبار اعصابكم ايه؟ اجابه طبعا صحيحه، هتبقى برلين، ويبقى يتقدم فريق الامل مره اخرى على فريق الايه؟ التفاؤل بنقطه، بس لسه المسابقه مستمره. ماشي. الفلسفة طبعا أنا أفكر إذا أنا موجود. من قال هذه العبارة؟ لا ده مش السؤال يعني، دي دردشة كده. مين اللي قال العبارة ديت؟ أنا أفكر إذا أنا موجود. شو فيلسوف اسمه ديكارت تقريبا، حاجة زي كده. ماشي. طيب من وظائف التفكير الفلسفي، وظائف مش خصائص، الدقة ولا المنطقية ولا التأمل ولا تغير الواقع، المفروض تغيير الواقع يعني. وظائف التفكير الفلسفي، الدقة ولا المنطقية ولا التأمل ولا تغيير الواقع. معانا إجابة في خلال 16 ثانية. سهلة دي ولا صعبة؟ أنتوا في المسابقات بتاعت المدرسة كنتوا بتقفلوا أسئلة الفلسفة بتاعي، وكنتوا بتقفلوا أسئلة التاريخ بس، الجغرافيا بس مش العواصم اللي أنا جايبها دي، كنتوا اللي هي أسئلة المنهج. معانا إجابة، فاضل ثانية. يلا هتستخدمي حذف إجابتين. حذف إجابتين. أنا عامة مش فاكر السؤال، بس هنقول هنحذف مثلا الدقة والمنطقية، يفضل معايا التأمل وتغيير الواقع. يبقى الدقة والمنطقية هنحذفهم، يفضل معايا التأمل وتغيير الواقع. ها معانا ثواني هشوف بس ايه. زي ما قلت الاجابتين، يفضل التأمل وتغيير الواقع. معانا اجابة؟ نسمع يلا الاجابة. تغيير الواقع. تغيير الواقع اجابة ايه؟ صحيحة. ماشي. طيب تعادلنا كده، بس انتوا ليكوا ايه سؤال ما تتخضوش. فريق الامل، تحليل الظواهر من اجل استخلاص حقيقة كلية هو اسلوب تفكير ديني ولا فلسفي
ولا خرافي ولا علمي؟ بنفكر برضو في خلال وقتنا. ومعانا كروت على فكره، المفروض الكروت دي للاستخدام، يعني مش مديها لكم كده ان انتوا مثلا تاخدوها معاكم في يوم العيد. عارفين السؤال ولا في وسيله مساعده تستخدموها؟ هنشوفها. خد ال 18 سنه. ايوه انا عايزك في حاجه كده يا سوزان، انت وساندي عايزك دايما مبتسمين. خلاص وقتنا تايم. طيب لو هتستخدمي وسيله ارفعيها. كارت لحم ماشي. ها قولي اجابه ومعاك اجابتين. اسلوب ايه؟ فلسفي. برضه نفس القصه، يا ليتني ما استخدمت الكارت. قلت اجابه صحيحه. بس هو احنا الكارت ده ليه؟ عشان نستخدمه. خلاص مفيش مشكله. يبقى هنا اسلوب فلسفي ويرجع تاني فريق الامل يتفوق بنقطه. من العوامل الذاتيه للوقوع في اخطاء التفكير. الذاتيه دي يا شباب يعني تقريبا خاصه بالفرد، خاصه بالفرد المفكر. هل هي صعوبه المشكله ام نقص المعلومات ام التعصب والتطرف ام الهيمنه؟ معانا وقتنا. فكر يا ساندي كده، انا عارفك انت في الفلسفه مفيش مثيل ليك يعني. فاضل 19 او 17 سنه. مش معنى يا شباب يا سوزان، مش معنى ان احنا هيبقى ميولنا علميه ان احنا ما يبقاش عندنا ثقافه خالص عن اي حاجه. يعني مش لازم تبقى عارف كل شيء عن كل شيء او عن شيء. يعني مش لازم تبقى انت متخصص في حاجه واحده، لا تخصص في حاجات كتير. طيب معنى اجابه؟ هنقول نقص المعلومات. نقص المعلومات يعني اشك طبعا في الاجابه دي، هي التعصب ولا ايه؟ التطرف. ولا التطرف هتبقى هتاثر على تفكيرك وهتشوش عليه وكده يبقى بينقص درجتين عن الفريق الثاني. لسه معانا اسئله والامل يظل قائم. من العوامل الموضوعيه للوقوع في اخطاء التفكير، دي عوامل ايه؟ موضوعيه. زي ما انتم ملاحظين الاسئله متوازنه، يعني الاسئله كلها متوازنة. السؤال شبه التاني بس بيفترق، بيخلف عنه في حاجة بسيطة. قابلية للاستهواء ولا عدم الدقة في استخدام اللغة ولا تغليب العاطفة على العقل ولا التعصب والتطرف؟ نفكر في إجابتنا. معانا وسائل، معانا حذف إجابتين، ومعانا استبعاد السؤال خالص، ومعانا إن احنا نغلط ونخلي الطالبات يقربوا مننا شويه درجه. فاضل 8 ثواني. وصلنا لحاجه؟ طيب يلا معاكم وقتكم خلاص. يلا هتجاوبوا ولا وسيله؟ لا هنجاوب. اتفضلي. تغليب العاطفه على العقل. تغليب العاطفة على العقل وكده تقرب النتيجة درجة، لأن هو عدم الدقة في استخدام الإيه؟ اللغة. ويبقى كده انتوا فعلا ميولكوا علميه علميه علميه. ما بتحبش الفلسفه؟ شطار في العلوم، فيزياء كيمياء احياء. نشوف الكلام دوت. بصي اي حاجه عندنا مطلوبه تقولي لي شاطره انا ميولي علميه هجيب لك الميول العلمي. بصي اهو فيزياء كيمياء احياء كله مع بعض، عشان ما تجيش تقولي لا ده انا شاطره في الكيمياء بس وترجعي في كلامك. نشوف كده، كده الفرق بيننا بقى درجه واحده. نشوف كده، من وحدات الكميات الاساسيه المليمتر ولا نيوتن ولا كيلو جرام متر على الثانية؟ نفكر في خلال وقتنا. لسه معانا 21 سنة. بتقول لها بص، بتقول لها ساندي بتقول مش عارفة. وسوزان بتقول لها انا ايه اللي جابني هنا؟ صح كده ولا مش انت؟ بقول لها جاوب انت. بتقولي لها جاوب انت، يعني انتوا عارفين الاجابه وبتتعزموا على بعض. ثقه بقى، ثقه. هنرجع للدرجتين فرق ولا هنقرب؟ ماشي نسمع سوزان. يلا يا سوزان. كيلو جرام متر كل ثانيه. من وحدات الكميات الاساسيه الكيلو جرام متر كل ثانيه. اتفقتوا على الاجابه خلاص انتوا الاثنين؟ يعني خلاص هي الاجابه اتقالت بس انتوا متفقين عليها ولا هي قالت من نفسها؟ بس هي جت في الاخر الاجابه دي. جت في الاخر. طيب انتوا ايه رايكم؟ ايه الاجابه؟ هل هم صح ولا في اجابه ثانيه؟ النيوتن. النيوتن ما شاء الله.
انتوا بتختاروا الاجابات الغلط. طبعا الملي ايه؟ متر. طيب يبقى نرجع تاني لفرق نقطتين من الوحدات التي تقيس كميات متجهه، الثانيه ولا الكيلو جرام ولا النيوتن؟ نفكر في خلال وقتنا. معانا وقتنا يعني انت سؤالهم. هو السؤال اللي فات كان صعب، السؤال اللي فات ده اسهل. الملي متر ده هو السؤال اللي فات كان صعب؟ ما كانش صعب. لا سهل بس بس احنا حصل عندنا خلط ما بين الايه الموضوعين. نفكر في خلال ال 30 ثانيه بتوعنا بقى، معانا وقتنا كده. احنا مش هنخش كده، احنا هنخش ادبي علمي متقدم، يعني خليط وكوكتيل من العلمي والادب. فاضل 6 ثواني، 5. طيب معانا اجابه؟ اتفضلي. نيوتن. الاجابه ايه؟ نيوتن. النيوتن. ايه ما واثقين منها؟ اجابه طبعا صحيحه، ويبقى كده يرجع فريق الامل يتفوق مره اخرى على فريق التفاؤل بكم نقطه؟ واحده ولا اثنين؟ واحده. لا نقطتين. ما زلتوا يبقى هنا ما زال التفوق بنقطتين. طيب دي كانت الفيزياء. مصرين ان انتوا علمي برضه. نشوف كميه الماده المحسوبه من التفاعل الكيميائي اقل من ولا اكبر من ولا مساويه ولا ضعف كميه الماده المحسوبه في المعادله. يعني بص هي دي لعلمك تقدري تجيبيها. بص بالمنطق، يعني انا عندي ماده دخلت في التفاعل صح كده، الماده دي هيبقى وضعها ايه؟ احنا معانا طبعا وقتنا. هيبقى وضعها ايه بالنسبه للكميه اللي ايه اللي محسوبه في الايه في المعادله؟ هل هي اقل منها ولا اكبر منها ولا قدها ولا ضعفها؟ معانا اجابه. احنا معانا 14 سنه. معانا اجابه؟ واثقين؟ مش عايزين الفرق يتسع، نخسر بس نخسر بفرق نقطه او نقطتين يعني يبقى معقوله، ولا عايزين نتعادل ونلعب ضربات جزاء؟ طيب يلا قولي الاجابه. اقل من منطقيه، اقل من طبعا، يعني انا اللي ماليش ميول كيميائيه اقول اقل من. يبقى الاجابه هنا اجابه ايه؟ صحيحه، ويرجع الفرق درجه. جاهزين الكيمياء؟ طيب تستخدم نقط في صناعة أجهزة استشعار بيولوجية. إيه اللي تستخدم في صناعة أجهزة استشعار بيولوجية؟ كرات البوكي ولا أسلاك النانو ولا أنابيب الكربون ولا صدفة الإيه؟ النانو. معانا إجابة حاضرة يعني كده؟ إن شاء الله. طب في خلال ال 30 ثانية بس نفكر كده عشان يبقى راجعوا نفسكم. استخدموا وسيلة مني. كروت دي مش هتاخدوها معاكم البيت، انا هاخدها منكم بعد الحلقه. فاضل 15 ثانيه. ها 4 ثواني، 3، 2، نسمع الاجابه من مين فيكم؟ مش انا. انابيب الكربون. انابيب الايه؟ الكربون. الكربون. عملتي قبل كده اجهزه استشعار بيولوجيه؟ لا. امال عرفت منين انابيب الكربون؟ طب نشوف كده الإجابة هتبقى أنابيب الكربون، ويبقى يظل التقدم بنقطتين. أحياء بقى، اللي ما عجبتوش الكيمياء والفيزياء تعجبه الإيه؟ الأحياء. سؤال سهل، تخزن الكربوهيدرات في النبات على هيئة جليكوجين ولا سيليلوز ولا نشا ولا جميع ما سبق؟ تشعر إنها لغات مش أحياء، إنها لغة أجنبية. معانا إجابة؟ نفكر فيها في خلال وقتنا عشان ناخد حقنا وفرصتنا زينا زي الآخرين. لسه فاضل 19 سنة. الأحياء طبعا مطلوبة في علم العلوم، خلي بالكم. ممكن علم علوم، طالب علم علوم إلى حد ما بيبقى مش عايز الرياضة اتنين، لكن غصب عنه هيدرس كيمياء، هيدرس فيزياء، هيدرس إيه؟ أحياء. إنما علم الرياضة بيهرب من الإيه؟ من الأحياء. ومعانا إجابة، نقول الإجابة. نشا. تخزن على هيئة نشا، صح؟ خلاص هم جاوبوا الاجابه، خلاص دي بتاعتهم. لا سيلولوز. سيلولوز؟ صدقت تستاهلي تنقصي ثلاث درجات. لا مش سيلولوز. ماشي. هم اجابتهم صحيحه. صح. على هيئه ايه؟ سيلولوز نشا. دي بتاعتها. على هيئه نشا. ومين اللي بتتكلم عن النشا؟ ساندي. اللي هي ابعد ما يكون عن النشا يعني. ماشي. نشوف الفريق الاخر. اكسده الجلوكوز اثناء عمليه التنفس الخلوي تعتبر عمليه هدم ولا بناء ولا اخراج ولا جميع ما سبق؟ معانا 30 ثانيه نفكر في سؤالنا. وقتنا نستفيد بيه ونستثمره.
معانا وسيلتين مساعدة. تسع ثواني. عايزة وسيلة ولا هتجاوبي؟ إجابة مباشرة؟ يلا جاوب. مين هيجاوب؟ بناء. يبقى أكسدة الجلوكوز أثناء عملية التنفس الخلوي تعتبر عملية إيه؟ بناء. عملية هدم. وتبقى هنا يرجع الفرق تاني يبقى إيه؟ يبقى درجة. في أمل بقى؟ طيب. اختراعات. يعني تقريبا كده ممكن يكون فاضل لنا سؤالين لكل فريق، فحاولوا بقى ايه تحسموا امركم في السؤالين دول. مخترع الراديو ارشميدس ولا اقليدس ولا ماركوني ولا انطوني؟ يعني ايديس ولا اوني؟ ما هو في اتنين ايديس ارشميدس واقليدس، وفي اتنين اوني اللي هما مين؟ ماركوني وايه وانطوني. نفكر مع بعض. حد فيكم فكر ولا الراديو اصلا انتم ما تعرفوهوش؟ لا احنا عارفينه. فاضل 19. ما مرش علينا خالص؟ طب ماشي، استبعدي السؤال؟ نستبعد السؤال دوت، اسألك بقى سؤال من عندي. عايزاه سؤال بقى فاني كده. ماشي؟ ما الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. ايه الشيء اللي بيكتب ولا يقرأ؟ قولي بصوت عالي. القلم. القلم إجابة إيه صحيحة. وياخدوا معايا الإيه الدرجة. إحنا الفرق إيه لسه مازال إيه نقطتين ولا نقطة؟ نقطة صح؟ طيب نشوف السؤال التاني ده. اختراعات برضو. طب الأول عايزين تعرفوا مين اللي اخترع الراديو؟ إحنا مشهورة جدا. ماركوني. اللي اخترع الراديو أيوه. ماركوني. ماركوني. خدوا بالكم يا جماعة مش حاجة صعبة. الاختراعات دي الحاجات الأساسية دي مشهورة. معروف اخترع الراديو مين، ويعني الحاجات دي كلها كنا عارفينها. مش عايز أحرق بقى الاختراع اللي جاي. طبعا اللي هو مخترع التليفون. عموما احنا ما خسرناش، كسبنا الدرجه في سؤال تاني، لكن كسبنا المعلومه وعرفنا ان اللي اخترع الراديو هو ماركوني. طيب مخترع التليفون فيثاغورس ولا افلاطون ولا جالينوس ولا جرهام بيل؟ واضح ان منا قاري عن الاختراعات كويس عشان هي جابت ماركوني، واكيد هتبقى عارفه اللي اخترع التليفون. اظن بقى التليفون او الهاتف يعني حاجه، الهاتف الاساسي بقى اللي هو بتاع المنزل القديم ده اللي احنا كنا بنسمعه بنستخدمه زمان قبل اختراع المحمول وقبل الحاجات التكنولوجيا دي. معانا 11 ثانية. معانا إجابة؟ اه إن شاء الله. طب نسمعها. جرهام بيل. جرهام بيل. هل أنا اديتها الحاجات دي في المدارس؟ هي ذاكرت اختراعات، شافت الحلقات وشافت أستاذ أحمد في حلقاته السابقة بيجيب إيه؟ بيجيب اختراعات، فقرت عن شوية اختراعات. استفادت معلومة، يبقى كده عرفنا النهاردة ان اللي اخترع الراديو ماركوني، واللي اخترع التليفون كان مين؟ جرهام ايه بيل. صح كده. طيب اخبرنا ايه في الامثال العربيه؟ اظن دي درسناها في اولى ثانوي، مش امثال شعبيه بقى. ورجع بخفي، في مثل كده عربي بيقول ورجع بخفي كثير ولا عذير ولا حنين ولا كليب. دي مشهوره قوي قوي قوي، وهقول لك المثل ده بيضرب في ايه في خلال ال 30 ثانيه بتوعك. هذا المثل يضرب عند الرجوع بالخيبة والفشل. عارفة الأمثال بتاعتنا بقى اللي هي في مثل كده شعبي؟ طب تقدري تقولي مثل شعبي عن الرجوع بالخيبة والفشل؟ خيبة الإيه؟ خيبة الأمل؟ سمعتيش خيبة الأمل راكبة إيه؟ جمل. راكبة جمل، في مثل بيتقال كده. هو فعلا الراجل ده كان راكب جمل في هذا المثل عندما سرق منه شيء أو أشياء ولم يعد إلا بحذاء. فقيل عليه ورجع بخفي اقول حنين. خفي ايه؟ حنين. اجابه سليمه. اخر سؤال، جاوبتوه تفوزوا، ما جاوبتوش تتعادلوا. صح كده؟ طيب امثال عربيه برضو. احنا طبعا قلنا ان المثل ده بيضرب عند الرجوع بالخيبه والفشل، يعني انت لو رايحه تشتري حاجه وما جبتهاش فماما تقول لك عملت ايه؟ تقولي لها ورجع بخفي حنين. فهمت هي الايه؟ الاجابه. طيب هنا المثل اللي جاي بيقول انك لا تجني من الشوك. الشوك عارفين الشوك؟ شجرة شوك لو زرعتيها مش هتطلعي منها العنب ولا التفاح ولا الموز ولا البرتقال، على حسب المثل مقيل. برضو عشان اساعدكم، هذا المثل يضرب في حالة الرجوع، في حالة ايه؟ توقع المعروف من غير اهله. يعني ايه؟ واحد بخيل تتوقع انه يعزمك؟
طبعا غلط. او عندما تحاول اصلاح شخص ميؤوس منه، مفيش امل ايه فيه، فيقول لك ايه انك لا تجني من الشوك كذا، اللي ايه طبعا هل هو العنب ولا التفاح ولا الموز ولا البرتقال. نسمع اجابه، ودي اخر سؤال معانا في حلقتنا النهارده عشان نشوف مين الفايز. العنب. انك لا تجني من الشوك الايه؟ العنب. العنب اجابه طبعا صحيحه، ويمكن كده الاجابه دي حسمت الايه الموضوع، وعرفتني كده ان اللي فاز معايا النهارده في المسابقه كان فريق مين؟ فريق الامل ولا التفاؤل؟ الامل. الامل. وفريق التفاؤل ما خسرش صدقوني. الفرق بسيط جدا، الفرق درجه، مفيش يعني مفيش فجوه ثقافيه بين الايه الفرقتين. عايزكم تعوضوا في المسابقات اللي جايه، ترجعوا تاني بعد الحلقه دي اصحاب حبايب اخوات، ان شاء الله في سنه تانية ثانوي السنه الجايه تبقوا فريق واحد تاني في اوائل الايه الطلبه، في الغالب هتبقوا في فصول واحده لان الفرنساوي فصوله قليله في المدارس، فهتبقوا في فصل واحد، ترجعوا فريق تاني يتفوق ويتميز، ولما يتفوق يتميز والمدرسه عندكم تقول لي نرجع نجيبكم تاني هنا وتتسابقوا مع بعض وتفوزوا بقى على فريق الايه الامل. بشكرك يا ساندي، شكرا ليكي، شكرا ليكي يا سوزان، شكرا يا بسمه، شكرا يا منى. طبعا بحيي فريق الامل على فوزه النهارده، وبشكر ابنائي طلاب وطالبات مدرسه السلام الثانويه باداره حدائق القبه على هذا المستوى الرائع وهذه الحلقه الجيده. وفي النهايه أشكر زملائي العاملين بقناة مصر التعليمية على هذا الجهد الوفير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء، وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.